التوقيت عندنا غريب جدا، التركيز على قطاع التعليم بالأحرى على المؤسسات التعليمية في الدراسات ما بعد الثانوية في الجامعة والتطبيق وما شابه. ما ندري ليش فقط إن هل هذا هو هذه منطقة الإنفاق اللي فيها بذخ أو في سوء صرف، أم هنالك أوجه أخرى لم تعالج الباب الثالث أيضا اللي هو الصرف في الرأس المالي على المشاريع، ولا تكلم عن المشاريع مع أن دول الخليج غالبيتها خفضت على الأقل في استراتيجياتها 50% على نحو أدنى، يعني ممكن أكثر من 50% في هذا البند. ما شفنا أيضا التوجيهات الخاصة في هذا الموضوع حق هذا البند اللي هي المشاريع. اثنين، ما يتكلم على شلون بيحفز الإيرادات اللي هي الإيرادات الغير نفطية اللي لليوم الحكومة لم تحاول تنشط هذه الإيرادات المليارية التي قد تكون موازية لإيرادات النفط في الوقت الحالي.